يا دعاء الأنبياء يا طريق للسماء يا حروفا في سناها كل أبواب العطاء كم نبي ألهم الله بوحي في دعاء أظفرنا إذ دعونا بدعاء الأصفياء. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. من دعوات الأنبياء العظيمة التي حكاها لنا الله سبحانه وتعالى وتحوي أدبا رفيعا جدا من أدب الأنبياء، دعوة سيدنا أيوب ودعوة سيدنا يونس ودعوة سيدنا زكريا. أما دعوة سيدنا زكريا فقد تكلمنا عنها، ودعوة سيدنا أيوب وهو الذي تعرض لضرر عظيم فصبر، وهو النبي الصابر الذي صار مضرب مثل في الصبر، وهو الذي تعب مع زوجته وكذلك تعب في ذريته وكذلك أصابه المرض فدعا ربه سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هذه الاستجابة السريعة العاجلة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها فاستجبنا، وفي كذلك يونس قال فاستجبنا، في زكريا قال فاستجبنا، فبذلك تعلمنا دعوات مستجابات عظيمات التي يجمع بين هذه الدعوات دعوة سيدنا أيوب ودعوة سيدنا يونس أنها لم يكن فيها طلب، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كانت فقط على وجه الاعتراف، وهذا قالوا من أعظم وجوه الطلب التذلل والاعتراف والتوحيد وذكر النعم، هذا بحد ذاته من أعظم أسباب السؤال. قال سيدنا أيوب وهو النبي الصابر: أني مسني الضر، يا رب أنا ضعيف مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ذكر وصفه وذكر وصف ربه ليتقابل وصف الضعف بوصف القوة، ولذلك قالوا من عرف نفسه عرف ربه. إذا عرفت نفسك بالضعف أراك الله قوته، وإذا عرفت نفسك بالفقر أراك الله وتجلى الله عليك بغناه، وإذا عرفت من نفسك العجز تجلى الله عليك بقدرته. فهكذا مقابلة العبد لربه سبحانه وتعالى بوصف العبودية، فيقابلك سبحانه وتعالى بوصف الربوبية. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، ما به من ضر من أنواع الأمراض، وآتيناه أهله ومثلهم معهم، ربنا أبدله بزوجته وأكرمه بذرية كبيرة مباركة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هكذا الكرم الرباني عندما يستجيب رب العالمين. وفي سيدنا يونس قال: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فهذا الدعاء يسمونه دعاء ذهاب الغم والهم، ويستحسن الإكثار من هذه الدعوة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك. وهذا كذلك لم يكن فيه طلب، سيدنا يونس التقمه الحوت بسبب أنه ظن أن لن نقدر عليه، يعني هو لم يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، إنما خرج من قومه إلى قوم آخر ظنا منه أن الله لن يقدر، يعني لن يقيده في هذه الجماعة أو في هذه القبيلة. بعض الناس يفهم أن لن يقدر عليه أنه ما يقدر عليه من القدرة، لا حاشا، هذا كفر والعياذ بالله. ظن أن لن نقدر عليه، أي ظن أن لنا لن نحدد له حدودا مقيدة، أنه مطلق يدعو من يشاء، وكانت دعوته مخصصة لأناس معينين. فالتقمه الحوت، فكان اعتذاره إلى الله، لم يسأل لم يطلب، ما قال يا ربي خرجني من بطن الحوت، لا، قال لا إله إلا أنت، توحيد وتفريد وفناء في الله، لا إله إلا أنت سبحانك أنت المقدس
أنت المعظم، أنت الجليل، أنا المقصر، أنا الحقير، أنا الصغير، سبحانك إني كنت من الظالمين. فكان في هذا التوحيد وفي الاعتراف أعظم أنواع الطلب من الله، وهذا أدب أهل النبوة. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. ولذلك قال أهل العلم: من كان عنده مشكلة عائلية أسرية، مشاكل في البيت، أو ما كان عنده مرض، فليكثر من قولة سيدنا أيوب: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وإذا كان عنده هم وغم وكرب وقضايا في شغله وأعماله ووقع في مصيبة، فليدعو بدعوة سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإذا كان عنده ما عنده ذرية، فليدعو بدعوة سيدنا زكريا: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وإذا كان ما عنده زوجة، فليدعو بدعوة سيدنا موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهكذا نستشف المعاني ونتبرك باستجابة الله لأنبيائه. حسن ظن منا في ربنا أنه كما استجاب للأنبياء هذه الدعوات، أننا لو دعوناه بها أنه سيجيبنا سبحانه وتعالى. الله يجعلنا جميعا مستجابي الدعوات، مرفوعي الدرجات، في خير ولطف وعافية يا أرحم الراحمين.